اخبار المرور ايه؟ عايزين نعرف اخبار المرور كده من الاداره العامه للمرور. خلينا ناخد مراسلنا من هناك. مين معانا من هناك؟ احمد فرج. يا احمد يا فرج، صباح الفل يا احمد يا فرج. مرحبا بك يا خالد، صباح الخير. صباح الفل، طمنا اخبار المرور عندك والحاله المروريه عندك ايه؟ صباح الخير يا خالد وعلى كل السادة المشاهدين. يعني من المؤكد ان كل اللي بيدور في ذهن المواطن في كل صباح هو التعرف على الحالة المرورية، مش في كل صباح ولكن طوال اليوم. يعني النهاردة الاربع، نقول نهاية الاسبوع، من المؤكد ان نهاية الاسبوع برضو بيختلف عن بداية الاسبوع من حيث الكثافة ودخول المدارس برضو، وبداية الفصل الدراسي الثاني والجامعات القت بظلالها على الكثافة المرورية. على اي حال يعني معانا النقيب مصطفى عبد الحكم، مش في الاداره العامه للمرور، هنا هيعرفنا على الحاله المروريه والكثافات فين يا فندم، وايه احوال المرور النهارده. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على أسرة البرنامج وعلى الساده المشاهدين. بنطمن الساده المشاهدين الحمد لله هدوء واستقرار وسهوله تامه على كافه الطرق وكافه المحاور. وبالنسبه للكثافات يا فندم الحمد لله انتهت بالفعل جميع الكثافات الصباحيه. بعد تبقى في الصباح في الفتره الصباحيه فقط يا فندم، حال وتوجه الساده الموظفين كده لاماكن عملهم، وبالنسبه للطلبه برضو حال التوجه برضو للجامعات والمدارس، والحمد لله يعني انتهى الكثافات الصباحيه تماما. وبالنسبه الساده الضباط والقوات منتشر على كافه الطرق وكافه المحاور، وبنطمن الساده المسلمين الحمد لله هدوء واستقرار وما فيش اي حوادث على كافه الطرق الحمد لله. ما فيش طرق مغلقه ولا اي حاجه يا فندم؟ الحمد لله يا فندم، بنطمن الساده المشاهدين ما فيش اي طرق بديله ولا طرق مغلقه، جميع الطرق الاداره العامه للمرور تعمل بكامل طاقتها الحمد لله. طب ما داخل بقى محافظه القاهره وما داخل محافظه الجيزه الدنيا عامله ايه يعني؟ بنطمن الساده المشاهدين الحمد لله بالنسبه للقادم والمتجه للقاهره ومدينه الجيزه الحمد لله هدوء واستقرار تام، وزي ما قلت لحضرتك ان بانتهاء الكثافات الصباحيه بتبقى في سيوله تامه وسيوله مروريه تامه الحمد لله على كافه الطرق وكافه المحاور. في انتهاء للكثافه والذروه الصباحيه، ولكن انتم مقدمين على الذروه المسائيه دي بتستعدوا ازاي؟ تمام يا فندم، تنفيذ توجيهات السيد الوزير وتعليمات الساده القاده. تمام بالفعل، مجيء الساده الضباط منتشر على كافه الطرق وكافه المحاور، واللي عمل على سحب وتصفيه اي كثافات في حال وجودها ان شاء الله. دخول الفصل الدراسي الثاني، غير بقى قبل كده ما كانش فيه مدرسه وما كانش فيه جامعه، طبعا الكثافه ارتفعت والزحمه ارتفعت. اكيد لها برضو بعض الشيء، لها بعض التاثير، بس الحمد لله تمام، كل القوات منتشره على كافه الطرق وكافه المحاور برضو تحسبا لاي كثافات عن الطلبه برضو ان شاء الله. شكرا. يعني خالد زي ما سمعت سيادة النقيب بيطمن كل السادة المشاهدين مفيش كثافات مرورية في هذا التوقيت، بس كانت فترة الصباح، وبعد كده الذروة المسائية في خروج الموظفين من أعمالهم وخروج أيضا الطلاب من مدارسهم. وزي ما بتظهر الشاشات الخلفي يعني مفيش كثافة مرورية وفي سيولة مرورية في معظم الطرق والمحاور، وده كانت الحالة المرورية النهاردة ليوم الأربع. عودة إليك في الأستوديو. شكرا احمد فرج من الاداره العامه للمرور. فالمرور النهارده لطيف ان شاء الله، كده يبقى اليوم علينا يكمل زي الفل. وزي ما كنا بنقول في الاول، بكره الخميس تبقى نهايه بقى الاسبوع، داخلين على ويك اند فنتبسط فيه كلنا.